من القلب إلى غزة هو عنوان الأمسية الحوارية التي ستقام على خشبة مسرح رينبو الثقافي. ضيفتها الفنان الفلسطيني سناء موسى يلي رح تتحدث عن دور الفن بتعزيز الصمود للشعب الفلسطيني ويلي رح يتخللها أغاني الترويدة والتراث الفلسطيني. خليكم معنا لتشاهدوا باقي التفاصيل. رحبوا معي بالفنانة الفلسطينية الدكتورة سناء موسى. لقيت الصبح مفرق الخلان يا ريت الصبح لا شبشب ولا الفنانة الفلسطينية سناء موسى بنرحب فيك معنا اليوم عبر كاميرا فوشيا. حضرتك اليوم موجودة في الأردن لإحياء أمسية حوارية عنوانها من القلب إلى غزة، خبرينا عن هدف هاي الأمسية. كلنا محتاجين نعبر عن شو إحنا منحس تجاه شو عمال يصير بغزة بفلسطين بشكل عام. هذا العدوان غير المسبوق على غزة، هاي الجريمة، هاي الإبادة الجماعية اللي عم بتصير بحق أهلها، بتطلب من كل واحد فينا بكل مجال إنه يقدم شيء. تطلب من الشاعر قصيدة، وتطلب من الفنان يعمل فن اللي هو فن مقاوم، اللي هو بيعلي صوت فلسطين وبيعلي صوت أهلنا، بيوصل رسالتهن وبيوصل معاناتهن للعالم. فكان مهم كثير اليوم إنه نعمل هاي المبادرة حتى نضلنا نعلي الصوت وحتى نضلنا نحكي عن قضيتنا الفلسطينية وعن حق أهلنا وناسنا اللي بغزة اللي عم يتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب ولأبشع أنواع التجويع ولأبشع أنواع الإبادة الجماعية. ما هو دور الفنان خصوصا صاحب الأغاني التراثية بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني أو أصحاب القضية؟ زي ما بتعرفي الأغنية التراثية هي عملية مرآة تلخص حياة الشعوب وتعكس مراحل مختلفة من حياة الشعوب. الأغنية عمليا الثائرة هي أغنية تخلد الذكرى، توثق مرحلة معينة وتخلد الذكرى. عشان هيك بتلاحظي أنه كلياتنا بنسمع أغاني اللي بتحكي عن الشهداء وبتخلد أسمائهم وبتخلد مسيرتهم النضالية. الأغنية هي تخليد للذكرى، هي تمنع الناس عمليا أنها تنسى أو أنه تتغاضى عن أو تتجاهل وجود تفصيل معين. فعمليا الأغنية هي سلاح حاد جدا، وهذا السلاح بيوصل بسرعة إلى قلوب الجميع، ينتشر بسرعة أكبر من أي تقرير إخباري، من أي ريبورتاج إخباري منشوفه على شاشات التلفزة. فمهم أنه كمان الفن الحامل للمعرفة والحامل للرسالة أنه يقدم مقولته في هذا المجال. ودائماً الفن كان داعم لمشروع أو خلينا أقول لمسيرة الثورة في حياة كتير شعوب. طلت البارود والساعة مطل، يا بوز البارود بدم ومتن. دورك اليوم كفنانة، كيف ممكن الحفاظ خصوصا انك بتغني التراث، كيف ممكن الحفاظ على اغاني التراث من السرقة او السلب؟ اهم خطوة بتسويها في هذا المجال هو انك تخلي هذا التراث عايش باذهان الشباب، الجيل الشاب. من المهم جدا وهذا اللي سويناه احنا باستوانة اشراق وفي مسيرتنا في تقديم الاغاني التراثية، عمليا جبنا طرقنا او دورنا وبحثنا عن المحاور اللي لم يتم التطرق لها في المشهد الفني الفلسطيني. جبنا هاي الاغاني اللي كثير جزء كثير من الناس ما بيعرف شو هي، اخذناها أعدنا قولبتها وقدمناها بطريقة سلسة للجيل الشاب. لما بتعيش مع الجيل الشاب معناها ستورث لكمان جيل، عاشت كمان 80 سنة، وهيك بصير جيل يورث جيل آخر، وهيك عملية الأغنية ما بتموت بالذاكرة ما بتموت. شو سر اهتمامك العميق بالترويدات لدرجة أنك عملتي جولة بالمخيمات الفلسطينية حتى تكتشفي هذا النمط الغنائي وتسمعين بأصوات النساء يلي عاصرنك؟ طبعا التراويد هي غناء بيختص فيه النساء فقط، والنساء عندهم قدرة على الصراحة وقدرة على التعبير عن أنفسهم بطريقة مذهلة. فإذا بدك تسمعي نص صريح ونص
معبر بشكل كبير عن مشاعرك، فبدك تسمعي التراويد. التراويد هي تخصص النساء، وعادة تغنى بشكل جماعي، وهذا النوع البسيط من التراويد. هناك تراويد معقدة أكثر، تراويد مشفرة، يضاف لها مقاطع عمليا حروف لام ألف أو لام واو حتى تصعب فهم هاي الأغاني. والهدف من الموضوع أنه هاي الأغاني توصل فقط لجزء معين من الناس اللي بيتقنوا اللغة العربية. مثلا في حال حكينا عن التراويد المشفرة اللي عن الثورة، فالفكرة أنه الخواجات ما يفهموا شو بنحكي، أو أنه الثوار لحالهم اللي يفهموا شو اللي عم بينحكى، مش المحتل البريطاني مثلا في أرض فلسطين. فهذا المميز بالترويدات، جزء منها جدا نادر وكان صعب نقله من جيل لجيل لصعوبة فهم كلماته أساسا. إحياء الأمسيات أو إحياء الحفلات أحيانا بيثير الجدل، خصوصا في ظل الأوضاع اللي بتعاني منها شعب غزة. أنتوا شو رأيك حول هذا الموضوع؟ طبعا بتعلق بشو نوع الأمسية، شو هدفها وشو مضمونها. هذول ثلاث محاور كثير مهمات. هاي الأمسية كانت أمسية حوارية، احنا حكينا فيها أشياء من القلب لغزة، سمعتوا الناس شو حكوا رسائل لغزة، سمعتوا الناس كيف حكوا عن مشاعرهن. هذا التفاعل مهم جدا وضروري جدا. الفن إذا كان هادف فهو جزء من يعني مش من رسالة، مش بس جزء من رسالة، هو جزء من رسالة، وهو عمليا مساعد في مشروع الثورة وفي طريق الثورة. ودائما طلع على أغاني الانتفاضة الأولى، شوفي مساهمة الرائع مارسيل خليفة، شوفي مساهمة الرائعة جوليا بطرس، شوفي أحمد قابور وسميح شقر. عمليا هدول خلدوا هاي المرحلة وشجعوا أيضا الناس على أنها عبأوا الناس وشجعوا الناس على أنهم ياخذوا يعملوا فعل عمليا، ومش بس يضلوا صامتين، يطلعوا على الشوارع، طلعوا ناس على المظاهرات، أشعلت الانتفاضة بعض الأغاني. هذا مهم جدا. غير النقطة اللي حكيناها اللي هي كمان الأغنية توثق المراحل، مراحل معينة توثقها وتخلدها، وهي أهمية الأغنية. الفنانة سناء موسى بتغني أغاني التراث الفلسطيني، هل رح تضلي تحصري نفسك بهذا النوع من الأغاني أو رح تتجهي لنوع تاني من الأغاني؟ أنا بغني كثير أنماط موسيقية، بس أنتوا بتحبوا تسمعوا أكثر الأغاني التراثية الفلسطينية، فبتفكروا أنه أنا أقدم فقط الأغاني التراثية الفلسطينية. أنا الحقيقة أنه أنا يعني هالقد بحب التراث الفلسطيني، وأنا أسيرة هذا الحب، بحب أقدمه أكثر شيء، مع العلم أني بقدم أنواع موسيقات أخرى. اللي الصراحة اتفاجأت أنه الناس بيضلوا متمسكين أكثر بأنهم يستمعوا للأغاني التراثية اللي أنا بقدمها أكثر من الأنماط الأخرى اللي أنا بقدمها عمليا. سؤالنا الأخير، مشروع أغاني البحار اللي وين وصلت فيه؟ مشروع أغاني البحر تطور كثير. قدمنا عرض أو تنين على أمل أنه كان نعمل عمليا خليني أسميها جولة في العالم، لكن طبعا كل شيء لازم يجي بوقته، وطبعا حياتنا ما قبل 7 أكتوبر تختلف عن ما بعد 7 أكتوبر بعد هذا العدوان، وكل شيء بوقته منيح بإذن الله، بيجي بوقته، هو جاهز للتقديم، لكن رح نستنى للأمور إن شاء الله تفرج، وفيما بعد مندور بلفة أو بجولة أغاني الساحل. فنانة سناء موسى، سعيدين بوجودك معنا، كل الشكر. شكرا لكم. شكرا لكم.